بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب فيكم أعزائي الطلاب. اليوم حكم موضوعنا كيف نعمل ريندر سريع جدا لأنيميشن ولستيلز عن طريق برنامج جديد اسمه كايوس فانتاج. كايوس فانتاج برنامج حديث نوعا ما، الآن هو مجاني لكن بعد فترة حيكون بفلوس. بتمنى تستغلوا هاي الفرصة وتحاولوا تنزلوه. حنعرف الخطوات اليوم إن شاء الله، كيف نتعامل مع البرنامج، كيف علاقته مع 3D Max، كيف تنزيله، كيف نعمل شورت كات، ونعمل عليه أكثر من مثال. بس بداية حاب أشكر المهندس إبراهيم بزادوغ أحد طلاب المميزين، هو أرسلني اللينك لهذا البرنامج وحب أنه تعمل فائدة للجميع إن شاء الله. فدعوة خير لأخونا إبراهيم، وكما ما تنسوني الله يرضى عليكم، فإن شاء الله إحنا بالأجر سواء إن شاء الله. فالهدف هو الفائدة للجميع إن شاء الله. بداية طلابي اللي أخذوا معي ليفل المتقدم في الأنيميشن حيكونوا أكثر ناس سعداء بهذا الشيء، لأنه حيوفر عليكم وقت كثير كثير كثير. وأنا وعدتكم سابقا أي أبديت أي تحديث حتكونوا إن شاء الله أول بأول بأي تحديث وأي صورة حيكون مع بعض، وحتى البرنامج هذا لأنه لسه ديمو وتحت التجربة، فأول ما يصير فاينل حطكم بالصورة، أول ما ينزل عليه بلوجنز أو بلوكات أو سكريبتس حطكم بالصورة أول بأول. نتابع مع بعض الآن كيف ممكن ندخل جواته ونحاول نستخلص منه الفائدة إلنا وإلكم إن شاء الله. تابعوني. والآن أعزائي مع كيفية تنزيل فانتاج الخاص في كايوس جروب، إحنا الآن في الويب سايت الخاص في فيري اللي هم جماعة الكايوس جروب. لازم نعمل ساين إن، طبعاً تسجيل مجاني، نعمل ساين إن، لازم تدخل باسمك عشان تحصل على هالنسخة المجانية. طبعاً هي نسخة مجانية لفترة معينة، حندخل على برودكتس وننزل بالأسفل ونروح على كايوس فانتاج نيو، لاحظوا إنه نيو. من هون ممكن نقرأ أكثر، نستفسر أكثر عن هذا الشيء الجديد. يعني لو قرأنا، لو طلعنا على الصور، لو حضرنا كم من فيديو، حنلاحظ أمور كثير واو. جيت كايوس فانتاج، طبعا ما ننسى أنه سعره تقريبا 500 دينار أردني أو 700 دولار تقريبا، وهذا العرض حينتهي فترة 2 جون. طبعا جون 2 اللي هو شهر 6 2021 حيكون بعدها بير يير، يعني كل سنة حتدفع. اللي حاب يشتري طبعا حيدفع 500 دينار في السنة، تخيلوا. فالآن فرصة نستغله، هو فري بس get started، حتبلش تنزله. الآن كيفية تنزيله، أنا أوريدي منزله على هذا الديسكتوب عندي. دبل كليك على الفانتاج 1.01 يس. لاحظوا كيفية تنزيله. أول شيء لازم أوافق على الأجريمنت تبعهم وأدخل على الأدفانسد. ضروري أدخل على الأدفانسد، وضروري اشيك هذا الاوبشن. طبعا باي ديفولت هو مش مشيك، لازم اشيك عليه فيري اللي هي 3 دي ماكس لينك. ضروري يكون في علاقه بين برنامج 3 دي ماكس وبين البرنامج اللي حينزل اوريدي. وباي ديفولت هو حياخذ اكستنشن على الفاير وول اللي عندي، وحيكون في عندي شورت كات على الديسكتوب. اعطيه كونتينيو. طبعا انا لسه بجرب فيه، هو لسه مش بيرفكت اوكي، بس اللي قدام حيكون واو. فممكن اعطيه شير الداتا اللي عندي اوريدي، وحيكون لوكال. مش حنغير شيء كثير، بس اللهم ان يكون في علاقه بينه وبين الماكس عن طريق اللينك اللي فعلناها قبل قليل. دن هيك خلصنا وصار الامور تمام. الان داخل الماكس كيف اعمل شورت كات له بحيث اظهره يكون ظاهر امامي على طول. داخل الماكس حروح على كاستمايز، ومن داخل كاستمايز حختار كاستمايز يوزر انترفيس عشان يطلع عندي لينك، دائما تكون هاي اللينك موجوده. حدخل على كاتيجوري واختار الكايوس فانتاج، واختار ستارت ستوب اللي لايف لينك، هاي اللي انا محتاجها. ممكن اعطي نيو واكتب اللي بدي اياه في سي ال من اجل الحفاظ على شورت كات باسم. لو عملت رايت كليك هون حيطلع لي في سي ال على اساس انه يكون معروف بالنسبه لي. في سي ال او سي في ال معروف بالنسبه لي. دراج واحطه سيف المنطقه اللي هون، وارفع واحطه هون. انا عندي واحد اوريدي موجود فما في داعي له. فبالحاله هاي حيكون في عندي نسخه تبعتني مباشره على هذا البرنامج. طريقه تنزيله كثير سهله وبسيطه، وبتمنى تستفيدوا منه. والان اعزائي الطلاب نحاول نعمل تيستينج على اللينك اللي نزلناها. فالمشهد اللي عندي مباشره بدون ما اعمل فيه ولا شيء، بس اللهم this start live link. حشغل جي بي يو أساس إنه ستاندرد، وشغل برنامج الفانتاج مباشرة. فبعطيني مسج هون إنه الدرايفر اللي عندي not supported بالنسبة للمشهد. ما في مشكلة، يعني بحكي إنه الدرايفر اللي عندك اللي هو كرت الشاشة
يفضل ترفعه أكثر، يعني تعمله نوع ثاني ما في مشكلة، بشغل المطلوب عندي. انتظر ثواني، بعمل uploading مباشر، شغل لي هون. في حال لا سمح الله أي حد فيكم ما طلعت عنده هاي المنيو، يروح على اللايف لينك يعمل ستارت سيرفر، ستارت سيرفر عشان يأكد العلاقة اللي بين الاثنين. الآن أنا شغال بالكاميرا، خلينا أخذ اليمين، الشاشة اليمين حتكون ماكس والشاشة الشمال حتكون فانتاج، وأحاول أكبس كنترول ألت إكس ماكس عشان أعطيني فول سكرين، وأعطي مثلا بي بيرسبكتيف. احنا بنعرف انه الاكسبوجر الخاص بالبيرسبكتيف لازم يكون 14، ما في مشكله. في عندنا اكسبوجر في المنطقه العلويه ممكن نعمله بالماينس، الامور تمام. الان اي شيء بعدله مباشره في الماكس حيتعدل داخل المشهد مباشره. طيب يا هل ترى ما بقدر اعدل داخل المشهد؟ اكيد نفس الشيء، فممكن اعدل مباشره في المشهد بدون ما اروح على الماكس. كبر الشاشه اكثر والف كاني بلف داخل الماكس اوربت، بدي الماوس مع الت بعطيني اوربت بلان، وطلع نظرة على الجراس حنتفاجأ انه عماله برندر اياه بنفس اللحظة، اعطاني كواليتي عالي جدا، مقبول نوعا ما. وفي عنا على الشمال اللي هي كاميرا بوست برودكشن ورندرينج، وعلى اليمين في عندي لايتس ماتيريال اوبجكتس، ومنيو خفيف في المنطقة العلوية. بداية الباونسينج من الكبسة الاولى اللي هي بوز رندرينج وتشغيل الرندرينج نفسه، الان ما في رندر فكأنها بتعمل بوز الصفحة كاملة، فهي تسمح لي اني ارندره مباشرة، فهو بيرندر معاي لايف. الشجرات بتحركوا عنا في الماكس، لو رجعنا على الماكس وشغلناهم عملنا بلاي اللي هو حرف الضاد، باللغة العربية حلاحظ انه شغال عند الشجر بتحرك عماله داخل البرنامج نفسه. فاذا في انيميشن يا شباب ركزوا معي، اذا في انيميشن في الماكس مباشرة حيتأثر في البرنامج وحيظهر لك يا مباشرة. الأمر أبسط مما تتصور ورائع جدا، أنا شخصيا متفاجئ في قدراته، بعرف أنه هذا المنظر عشان يطلع معي بالفيري كرندر بده مش أقل من 8 دقائق أو 5 دقائق على في أسوأ الظروف، يعني إذا كان جهازي خرافي بالسرعة بده 5 دقائق. نتكلم هنا عن ثواني ريل تايم. وفي عنا بوست برودكشن، ممكن ألغي البلومينج هاي اللي بتعمل لي انبعاج في الإضاءة بشكل عام، عملها زيرو عشان يعطيني يكون حاد جدا. في عندي options لها علاقة ب out of focus، هاي اللي هي البوكي، لما أشغل هذا الاوبشن البلوم انتنسيتي بيعطيني زي إحساس في البوليجونز، ممكن يكون أقل أو أكثر مش كثير مهم. الآن نركز في الهايلايتس، ممكن يكون أقل الحدية للضوء أكثر، أوكي. وبنفس الوقت في عندنا اللوكت تيبل، فممكن يكون في عندك أكثر من لوكت تيبل ممكن تحملهم وتضيفهم كتون كالورينج سيستم، انت بتحددوا هاي نسبة الاوباسيتي تبعه قديش يأثر على المشهد عندك مباشرة. ممتاز. الآن شو ممكن أعدل على الإضاءة؟ طبعا ممكن أعدل على الإضاءة بشكل كبير. الإضاءة اللي عندي عبارة عن إيش؟ صن أعتقد، هاي اللايتس. في عندي الصن اللي هي فيزيكال سكاي، وفي عندي كمان لايت ثاني ممكن أطفيه أشغله، ونفس الوقت الفيزيكال سكاي ممكن أعملها تكون سوليد كالر لون واحد، أو تكون تكستشر، وممكن من خلال التكستشر إني أضيف HDRI مباشرة. بعطي load environment وأختار مباشرة الـ HDRI اللي أنا محتاجها. ثواني حتكون هي بالخلفية، بس نعمل fly around نعطيها شوية إضاءة. هي شوت ليلي I think، هي شوت ليلي. هذا الـ background ما بدي إياه، فبروح على الماكس وأعمل له إزالة من الماكس. طبعا العلاقة مستمرة بالماكس مدام إن أعملته، مدام عملته في علاقة مستمرة. هون صعب أختار أي أوبجكت، صعب أختار أي أوبجكت، no way إني أختار أي أوبجكت، بيكون كأنه ريفرنس سين، انتبهتوا؟ لكن حاب أختار عن طريق سيليكشن أي أوبجكت، بحفظه من داخل الماكس عن طريق V-Ray سين إكسبورتر، وببعثه على الديسكتوب وبقرأه من هون عن طريق فايل أوبن. فبصير في بيكون سين مختلفة عن الأولى كليا، ما لها علاقة بالماكس، هي عبارة عن ستاندالون. فبعدل بعمل موف لأي قطعة، ممكن حتى أعمل إزالة لأي قطعة. الآن لو رحنا على الانفايرمنت وزدنا انتنسيتي أزيدها أقللها قد ما بده، كمان بعمل
لها دوران عن طريق اللي هي روتيشن ان ديجريز، بلف الخلفيه الاتش دي ار اي. انا في المكان اللي هون بدي احاول اختار شوت مناسبه. طبعا في عندنا دي نويزر في المنطقه العلويه، ازيده واقلله، وتخيلوا قديش السرعه لما اختار شوت. بس اختار شوت سريع، خليني اعمل دوران للباك جراوند، سوري دوران للباك جراوند بحيث يعطيني مصدر الضوء يكون في هذا المكان، في هذا المكان بدي عشان الظلال. اوكي تقريبا بهالشكل. رندر الصورة ونشوف مع بعض قديش حتاخذ. من تولز هختار رندر هاي كواليتي، حيحدد لي الحجم. ممكن اسيب له الصورة ستار واعطيه تيست باسم تيست، طبعا دائما وابدا حتكون بي ان جي. سيف. عدوا معي كم ثانية، حيكون تقريبا 10 ثواني لحد 15 ثانية الصورة الواحدة. تخيلوا ما في لايت كاشينج ولا في بروت فورس ولا شيء. نشوف الصورة مع بعض، وهي الصورة. تخيلوا هاي صورة رندر بأقل من 15 ثانية، بصراحة ريكورد، إشي رائع جدا، بجنن ممتاز. شو ممكن أعمل إشي تاني؟ ممكن نعمل تيست لمشهد داخلي أكيد، بس خلينا نجرب نعمل أوبشنز أكتر من هيك. كيف يعني؟ داخل البوست في عنا أوبشن العلاقة بالبلومينج أند جليرينج، جميل جدا، خاصة بيكون في عندي أوت أوف فوكس. وفي عندي قائمة ريندرينج. بالأدفانس للريندر في عندي أوبشن ممكن أتعامل فيها تعطيني كواليتي أعلى، وممكن إذا في عندي تفاصيل مثل هاي التفاصيل ركزوا فيها. هون بالتفاصيل هاي مش موجود أوبشن اسمه أوباسيتي ماب، بس أفعله هعملهم أوباسيتي. هذا كثير مهم الأوبشن، خاصة في الكلوز شوتس لازم نفعله، بس بعمل لود على كارت الشاشة نوعا ما، لكن مفيد جدا 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 مفيد، بحيث يعطيني كواليتي عالي جدا. ممتاز. وأنا بتعامل بالفلاي أراوند نافيجيشن كأنه 3 دي ماكس عادي، ألت مع مد الماوس والزوم، ممكن أعمل زومج على أي قطعة. لو دخلنا على الكاميرا الآن، في قائمة الكاميرا بحدد كم الموف سبيد، وحنتكلم عن الموف في الأنيميشن بعد قليل. الآن حجم الريزوليوشن للصورة ممكن يكون فول اتش دي بهالشكل، بس حياخذ من سرعة الجهاز شوي، ما في مشكلة. بس في شيء أوبشن كتير مهم اسمه ديبث اوف فيلد. تخيلوا ديبث اوف فيلد لما أكون أطلع على منطقة زي المنطقة اللي هون، في عندي فور جراوند وفي عندي باك جراوند. بالديبث اوف فيلد في اوبشنز، المربع اللي هون يعني اوبشنز خاصه فيه. فلاحظ انه في عندي ديستنس انا بحددها، وممكن اعمل كليك على المنطقه اللي اختارها، وهي المنطقه اللي بختارها ممكن تكون هي الفوكس. الفوكس بشكل عام، خليني اختار مساحه اكبر، خليها 5، هي 200 اكثر ديستنس بالنسبه للفوكس ديستنس. نعطي 0، اختفى كليا. شوفوا كيف هي اعلى قيمه حتكون عندي، واضحة جدا. نعطي 50، سوري والله كثير، 50 200، 200 ممكن يكون أقل شيء مناسب فعليا. وكمان ما ننسى أوتوماتيك فيرتيكال تلت كوركشن اللي أخذناها في الماكس، مفعلة أوريدي عندنا هون. طيب أنا كيف أحدد وين المنطقة اللي هي أكتف؟ الكبسة اللي عندي بالأعلى this one شايفينها هون، هاي الكبسة بتحدد لي وين مكان البوينت الخاصة في الفوكس. كليك عليها واختار المنطقة اللي هون، فهاي صارت الفوكس ان، او هاي الفوكس ان، فبيطلع الباقي اوت اوف فوكس. فلما اختار مثلا الواجهة اللي عندي هون الفوكس، وازيد المسافة اكثر بالديستنس، سوري بالابتشر سايز، اكثر 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 لحد 200، هو اكثر لحد 200 ملم باخذ. شوف كيف اوت اوف فوكس طلعت عندي هون، هون فوكس، كليك هون بصير هاي فوكس وهاي اوت اوف فوكس. فممكن اتنقل من مكان الى اخر، والفوكس ممكن نعمل له ريكوردنج بالانيميشن، هذا الشيء كثير مهم. كيف نعمل ريكوردنج يعني؟ هلا بنعرف كيف نعمل ريكوردنج. عجبتني مثلا الشوت هاي، حقرب اكثر عليها، اعمل فوكس المنطقه اللي هون، جميل الفوكس، بعطي فخامه في الشوت بصراحه كثير. الان حاب اسيف هاي الصوره، حاب اسيفها للريكوردنج للانيميشن. اتمنى تكون بالكم طويل علي شوي، لانه والله لمصلحتك، وهذا الشيء فيه فائده رائعه جدا جدا جدا. حندخل الان على كرييت نيو كاميرا، صرت انا بكاميرا هون، هعمل زوم اوت
واروح على الشجرة اللي هون، كليك عليها واطلع على الجهة اللي هون مثلا، او الجهة اللي هون، لتسي هاي الجهة، والفوكس عليها، الفوكس عليها. وكمان كرييت نيو كاميرا، انتبهوا هاي تنتين. حنزل على منطقة هون زوم، محتاج يكون الفوكس على هاي القطعة، الفوكس ضخم جدا، بحاول اخفف الفوكس شوي، حختار ان يكون المسافة اقل، يعني يكون مش كل شيء معتم، يعني في ظهور، في بعض الوضوح لبعض الاشياء، لكن يكون الابتشر معطيني شوية غباش خفيف هون. فهي الشوت خرافية. الان بدي اسيفها كمان، اعطي سيف، فسيفت واحد اثنين ثلاث. الان كيف اتنقل بين الثلاث؟ بس كليك عليها، شو كيف بنقلني بشكل رائع وبعطيني الفوكس صح مثل ما اخترته للقطع. نروح على القطعة الثانية. الآن شوف كيف بنتقل بشكل خرافي، بشكل لطيف جدا، very smoothy، من مكان إلى مكان آخر. القطعة الثالثة أو المكان الثالث حيختار لي different focal length focus وركز لي عليه. هذول الثلاثة أطلع منهم فيديو، بدي أطلع منهم فيديو. ففي عندي بالأسفل اللي هي clip art، اللي هي عبارة عن toggle animation. المنطقة العلوية اللي هون حتكون اللي انت بتسجل بالكاميرا، وهون للسين انيميشن الاخضر، للسين اي شيء انيميتد داخل المشهد حيكون طالع في الاخضر عندي هون. حختار الصورة الاولى وعملها دراج، لاحظوا كيف اعطاني اشارة ممنوع، لكن هون سمح لي اني انزلها فاعطاني اشارة مسموح. حختار الصورة الثانية وابعد ابعد ابعد لما يروح الممنوع، انتبهتوا كيف اعطاني في المنطقة اللي هون، هي موجودة بس اختفت. الت مع سكرول داون، العجل الف للخلف، اجت عندي مباشرة هون. هلا هاي حركة لقطة كاميرا وهاي لقطة كاميرا. هختار المنطقة اللي بالنص واعطيهم ترانزيشن اد افتر، اعطاني ترانزيشن افتر، بس الصورة هي حتستمر في الظهور لحد هون، لحد تقريبا 4 ثواني، واللي هو نفس الرقم اللي موجود عندنا هون. فممكن اخففها، ممكن اعطيها اوبشن، رايت كليك واعطيها اوبشن يكون عبارة عن ترانزيت، اللي هي عبارة عن ثبات وضعية بداية الرندر، يعني انه ما اطلع عليها فترة 4 ثواني، لا بس اشوفها للبداية وانتهى الموضوع. وممكن اقرب وابعد الصورة الثانية. نفس الكيرف اللي هي العلاقة بين حركة الكاميرا من المشهد الاول للمشهد الثاني، هو جاي لينير في الحالة هاي. ممكن اعطي رايت كليك واعطيه انه فيد ان فيد اوت، بسميه كواد هون، ان اوت كواد، فبعطيني سموثنس، حركة كثير ممتازة. نعمل بلاي ونشوف، جدا لطيف الحركة، ممتاز. الآن ممكن أختار المشهد الثالث، دراج بس ينتهي الحركة منه، دراج وحطه هون ليروح عن إشارة الممنوع في المنطقة اللي هون. Alt scroll down أعطاني إياه هون، رايت كليك وأعطيه transition in between. وممكن أخفف الحركة هاي، ما تكون كثير طويلة، ممكن تكون أقل من 4 ثواني. أنا بتحكم بها عن طريق أني أمسك الحافة وحركها مانيوال، واعطي رايت كليك على نفس الترانزيشن واعطيه يكون فيد ان فيد اوت، الت وسكرول داون، فاعطاني الوقت كامل 4 ثواني، 4 ثواني، 4 ثواني، يعني التوتال كم؟ 12 ثانية مدة الفيديو كامل. فممكن اسيب هذا الفيديو او ممكن احضره الان، احط الماوس اللي هون بداية واعطيه بلاي. طبعا عشان ما ياخذ مني وقت كثير حلق الديبث اوف فيلد، لانه حلو في الرندر لكن الان مش كثير مهم، حاعطيه بلاي اللقطة الأولى، اللقطة الثانية، واللقطة الثالثة. يمكن تتفاجئوا انه الوقت اللي حياخذه في الرندر هذا حيكون قياسي، يعني ما بتجاوز 3 ساعات رندر المشهد كامل. فعليا انا طبقته كان اكثر من 22 ساعة على الفيري، احنا بنحكي عن 12 ثانية، تخيلوا يعني تقريبا 21 ساعة طلع معي رندر بنفس الكواليتي، تقريبا نفس الكواليتي. كيف الرندر المجموعة كاملة هاي كرندر فيديو؟ حختار من تولز واختار رندر هاي كواليتي سناب شوت، هاي للصور الثابتة، او الكاميرا موفمنت، ريكورد كاميرا موفمنت. فممكن اسيفه من بدايته لنهايته، او اني اعطيه في المنطقة اللي هون رندر. فبسألني بحكي لي انه بداية حجم الصورة كم، وممكن اسيفه كبي ان جي، او اني اسيفه كبي ان جي زائد امبيك 4، او حتى اختار امبيك 4 مباشره. حيكون كل 24 فريم ثانيه واحده،
حيكون الفيديو كواليتي هاي. لكن في إشي اسمه سامبلز هون. سامبلز هي نفس الجي آي كواليتي بالنسبة للفيري، كل ما عليناها كل ما زادت الكواليتي الخاص في الظلال والإضاءة، ما لهاش علاقة في البيكسلز، ما لها علاقة في البيكسل. البيكسلز عبارة عن الحجم اللي هو ممكن أزيده أو أقلله. ممتاز 100، بس أنا شخصيا ما برضى بأقل من 500. ونبلش نعمل ستارت، حيطلع لي فيديو، بس بنصحكم تعملوا بي ان جي. انا بعلم طلابي بليفل انيميشن ماكس انه نطلعوا دائما بي ان جي، وعلى برنامج مونتاج نعمل له اديتنج، نعمل له ستارت. حيحدد لي وين المكان اللي حتسيب فيه، لازم يكون داخل فولدر تيست رندر، وهذا التيست رندر حيكون بي ان جي نسميه فيلا اندرسكور 00. اوكي سيف. الان حيبلش رندر. 500 احنا بنحكي عن السامبلز، يعني كم حياخذ وقت؟ احنا بنحكي تقريبا عن 40 ثانيه، كل صوره حتكون عباره عن 30 ثانيه او 40 ثانيه. فهذا الشيء كثير مهم، كثير مهم نعرفه. طبعا حتجربوا بانفسكم اكيد، وحيكون في عندكم فيدباك، وبتمنى تحطوا لي الصوره بالنسبه للفيدباك. هاي خلصت الصوره الاولى، تخيلوا تخيلوا. الان حنتقل لشوت داخلي، حروح على الماكس وافتح شوت داخلي واشوف الفروقات داخل الماكس. تحملون الفيديو طويل نوعا ما لكن لمصلحتكم. الان انا بالمشهد الداخلي، وحنجرب طريقه اخرى غير الطريقه الاولى اللي عملناها لينك اللي هي عباره عن لايف لينك. لا حنعمل الان رايت كليك بدون ما اعمل سيلكت لشيء، لايف لينك، واعطيها فيري اكسبورتر، فيري سين اكسبورتر، كليك واختار انها تكون لتسي على الديسكتوب. انا وردي مسيفها اعتقد ب انتيرير او نسميها انتيرير 360. سيف. يس. اذا في عندي انيميشن، اذا في عندي انيميشن بفعل هذا الاوبشن وبحدد له من وين لوين الانيميشن. اذا عندي كرسي بتحرك او بداية بتتحرك زي ما اخذنا بليفل 4 اللي حاب يحرك شيء، فممكن يعطي الان اكسبورت انيميشن. ذاتس ات، اعطي اكسبورت. ثواني بيكون محمل مباشرة على برنامج فانتاج. الآن من داخل برنامج الفانتاج هختار فايل اوبن. طبعا هو لازم يشغل لهي السين اللي هي الديفولت تيستينج سين، هختار اوبن سين، وعندي من الديسكتوب اللي هي اسمها 3D او 360 انتيرير. لاحظوا السرعة في تشغيل المشهد، السرعة خرافية. بحس حالي داخل الرندر نفسه. الآن ممكن أعمل سيلكت على قطعة، ما كنت أعمل قبل سيلكت لأنه كان عبارة عن لينك. الآن لو كبس حرف الزي من الكيبورد بعطيني زوم، زوم اكستين. طبعا أنا بالكاميرا الآن، والكاميرا في لها ديبث اوف فيلد أو فيلد اوف فيو، احنا عرفنا أنه 28. أوكي بده يكون 60 لأنه هون بالديجريز. أوكي ممكن أعطيه أقل أكثر، احنا بنعرف أنه 28 مليمتر هي العين الطبيعية، عين البشر طبعا، بس هاي مش مليمترز، هاي ديجريز. ما ننسى هذا الاوبشن في الماكس، بس نقطة مهمة حابة احكي لكم عنها بتفيدكم كثير ان شاء الله. بالماكس لما نروح على سي الكاميرا اوريدي وعلى موديفاي، حلاحظ انه في عنا ديبث اوف فيلد. اوكي ديبث اوف فيلد، سوري فيلد اوف فيو، وفي عنا فوكال لينكث. الفوكال لينكث اللي بالمليمترز اللي هي 28، لكن لما تكون فوكال لينك 28 مليمتر تعادل 64.8، يعني 65 درجة. فننتبه لهذه المعلومة، كثير مهم اني اعطيه 65 عشان تكون قريبة من العين البشرية. هي قريبة من العين البشرية. الان ممكن ادخل على الاضاءة والعب في الاضاءة، ممكن ازيد الاكسبوجر الخاص في الدينويزر، ممكن ابعد اكثر في الكاميرا للخلف حتى لو بعدت اكثر بس من اجل التسجيل. ودخلت على اللايتس، واللايتس لها 3 ليفلز، ادفانس مع كل تفصيلة لايت بكل تفاصيله، بيسك لاشياء بسيطة، لكن هون الاسم والقوة مباشرة. فممكن الغي لايت، إذا كيف اللايت ميكس، فممكن الغي لايت واظهر لايتس ثانيين. ممكن احط اللايت واعطيه قوة اكبر، اقل لون مختلف، نفس اللي احنا بنعمله في اللايت ميكس. تخيلوا كثير كثير مهم هذا الشيء، كثير مهم هذا الشيء. حختار كاميرا لتسي هذا المنظر الأول،
مباشرة حسيفه، هختار منظر تاني حسيفه مباشرة، منظر ثالث عشان وقتكم بس أنا بعرف نسيبه مباشرة. حنتقل من الفايل الأول للفايل الثاني بالطريقة السابقة مباشرة. لو فكرت الآن أرندر هذا المشهد، أرندر هذا المشهد بشكل سريع، في عندنا تو رندرز، واحد حيكون للأنيميشن والثاني حيكون للستيلز، وأنا بحدد الحجم اللي أنا أحتاجه مباشرة هون، هسيبه يكون 100. لكن ما ننسى إكسبوجر وما ننسى الدينوزر، دينوزر إشي كثير مهم لازم نعرفه، فبدي أحاول أرفع إضاءة أكثر وألغي البلومينج بالبوست بلوم عشان يكون very sharp، وأختار الآن تيست رندر، رندر للصورة واحدة حتكون لتسي هاي الصورة اللي اسمها فيلا 99 تيست رندر. يس بتحكي عن 10 ثواني، تخيلوا يعني صدقا بكل أمانة ريكورد انك انت تصور صورة ب10 ثواني. هاي الصورة اللي صورتها الآن شوفها مع بعض، صورة واضحة ممتازة. بدي إذا بالتفاصيل أكثر يروح النويز اللي هون، أعطيها وقت أكثر، أعطيها وقت أكثر، بدل ما هو 100 سامبلز، بدل ما هو 100 سامبلز أعطيها أكثر. أنا شخصيا 500 عندي كثير مناسب، بعطيني إفكت جميل جدا. بتمنى تستفيدوا من هذا الأوبشن، كثير بفيدكم، لو ما في فائدة والله ما حكيت عنه. فبإذن الله بوعدكم كل ما يصير جديد، كل ما يصير إشي حديث حكون معكم أولا بأول، وأي أبديت تأكدوا أنكم حتكونوا أول الناس اللي بتعرفوا. أشوفكم على خير إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم جميعاً.